معلومة كتير شائعة كمان ما بعرف إذا أنتم سامعين فيها لا. ما راح يحبها أبدا إبراهيم، وهي إنه الإمبلانتس أو يلي بيخضعوا لعمليات تكبير الصدر وبيحطوا شيء اصطناعي بالصدر تيكبروا سيليكون أو غيره ممكن يؤدوا لسرطان بالصدر. هات لنشوف. أنا أكيد لا ما بتعتقد إنه لا أوكي. لأنه بفتكر ما بي ما بي إنه ما بيتدخل لأنه هو ضد الجلد ما بيفوت بالجلد. مهم أنت ما تدخل. بس بفتكر بيساعده يعني اللي معه كانسر وشاف هيك شوفات فبخف عنده بخف عنده بينقص. انا برايي كمان ما بيعمل كانسر ما بيعمل كانسر. ما شو راي الجمهور طلع اليوم؟ 62% من الجمهور قالوا انه بيعتقدوا انه ايه ممكن يؤدي لسرطان او يعرض اكثر يلي بيعملوها لسرطان. خبرنا جواب. الجواب هو ما في حقيقه دراسات بتقول انه في سبب مباشر بين الاكياس يلي بنسميهم الكيس بالعربي الدارج يعني بين البروتيز يلي بتنحط والسرطان تبع الثدي. لانه هذا اول سؤال بيجيني انا على يدي وقت اللي حدا بده يجي بده يعمل العمليه هاي، هل بيعمل سرطان الثدي؟ فينا نقول انه بالاجمال لا ما بيعمل سرطان الثدي، ولكن في دراسات بعدها عم بتكمل. هلا بنشوف بالوقت الحاضر اكيد لا. المعلومه التاليه